طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق، برحب بيكم النهاردة في حلقة جديدة في مادة التخطيط للصف الثاني. طلابي طلاب قسم الزخرفة الصف الثاني، طبعا مادة التخطيط مادة جديدة بالنسبة لكم، لكن احنا عملنا مقدمة للمادة قبل ما نبدأ فيها، ولو تفتكروا قلت لكم ان احنا بندرس المصطلحات، بندرس كشوف لإيجاد المساحات وكشف لإيجاد التكاليف، وبندرس بعض الفكرة عن المشروعات وكيفية إقامة المشروعات. ودي الأربع مواضيع الرئيسية عندنا في مادة التخطيط. شاطرين اللي موجودة عندنا في الصفين الثاني والثالث. كنا بدأنا في الحلقات السابقة نتكلم عن المادة، نتكلم يعني إيه مقايسة، وقلنا إيه الهدف من عمل المقايسة. وطبعا إحنا اتكلمنا إن مادة التخطيط، كلمة التخطيط معناها هو التجهيز والإعداد والترتيب المسبق قبل البدء في العمل لضمان جودة العمل والحصول على أفضل النتائج. أي حاجة عايز تعملها صح لازم تخطط لها صح. التخطيط بيخليني أقدر أقدر المساحات والتكاليف والخامات وأجور العمال ونوع الدهان وجودة الدهان وكل التفاصيل والمصاريف والنسريات والأرباح، وكل ده بقدر أقدره من خلال دراستي لمادة التخطيط، إلى جانب دراستي وقدرتي على إقامة مشروع وإيه الخطوات اللي لازم أتبعها. قلنا إن أول حاجة لازم أكون عارف المصطلحات الخاصة بمهنة العمارة والنجارة وكل ما يمكن دهانه. أنا مشروعي الأساسي هيكون قائم على الدهانات، هيكون قائم على رفع المساحات للدهانات أو تحديد التكلفة للدهانات. فطبيعي جدا عشان أقوم برفع المساحات أو تحديد التكلفة، والاتنين على فكرة مرتبطين ببعض. ليه؟ مش دايما المساحة كما تبدو. يعني ايه المساحة مش دايما كما تبدو؟ يعني انا النهاردة ممكن يكون عندي باب جراج، الباب من الصاج المتعرج، الباب دوت مساحته الظاهرية قدامي متر في مترين، لكن هو في الحقيقة هيستهلك كمية دهان قد مساحته 3 مرات. احنا وصلنا للنتائج دي ازاي؟ زي ما قلنا المزخرفين والعاملين في مهنة الدهانات هم اللي عملوا لنا الحسابات دي بعد اختبارات واقعية انت نفسك هتقدر تكتشفها. انت لو حسبت الباب الصاج ده متر في مترين عادي، جبت له مثلا 2 كيلو دهان، هتبتدي تبص تلاقي ان كيلو الدهان بعد كده مش هيكفي غير تلت المساحة. ليه؟ لانه متعرج فبياخد قد كمية الدهان 3 مرات. يبقى النهاردة انا مش بس اكون عارف المصطلح، لا ده انا عارف ازاي اجيب مساحته وعارف ازاي احسب له كمية الدهان بتاعته، لان مساحته مش مجرد مساحة عادية. يبقى النهاردة أنا بعرف المصطلحات الفنية وبعرف القوانين المساحات العادية وبعرف كمان قوانين المساحات الفنية. يعني إيه مساحة فنية؟ حديد المشغول ليه طريقة حساب، الأبواب الصاج لها طريقة حساب، الخشب اللي عليه زخارف ليه طريقة حساب، الخشب السادة ليه طريقة حساب، الحوائط ليها طريقة حساب، الكرانيش ليها طريقة حساب. دليل على كده إن أنت لما بتجيب فني دهان عندك في البيت بيقوم بعمليات الدهان، بيقول لك لا ده الكرانيش دي ليها حساب غير الحيطه، غير لو عنده بيعمل مثلا شغل تذهيب او زخرفه. كل حاجه لها قيمتها مقابل العمل، ومش شرط يكون العمل ده بياخد وقت كبير، لكن ممكن يكون عمل تقني مهاري محتاج مني درجه مهاره عاليه، فبالتالي لازم يكون المقابل بتاعه مقابل اعلى شويه. طبعا انا قلت يعني ايه مصطلح؟ ايوه شاطرين، برافو عليكم. المصطلح هو تعريف اتفق عليه العاملين في مهنة ما على تعريف الشيء ده بالمسمى ده. يبقى اطلاق المسميات الخاصة بطبيعة العمل بتاعتي، كل اللي شغالين في المهنة بتاعتي بيكونوا عارفينها. وبما ان انا هكون ضلع اساسي في هذه المهنة، لان احنا زي ما اتفقنا انت مشروع مهندس بتتخرج من الدبلوم مساعد مهندس، اذا انت اكملت دراستك ان شاء الله بتكون انت نفسك بتعمل في مجال الديكور، فبالتالي انت تقدر تكون قادر على معرفة هذه المصطلحات، لان ده ان شاء الله هيبقى مجال عملك. اتكلمنا في الحلقة السابقة على المصطلحات الخاصة بالعمارة من الداخل والخارج، اتكلمنا عن الأعمدة، اتكلمنا عن الأكتاف، عن الكمرات، عن العقود، كل دي حاجات في المباني. النهاردة هنستكمل كلامنا اللي بدأناه في الحلقة السابقة عن المصطلحات الخاصة بأعمال الخشب والنجارة. وبفكركم احنا يخصنا النجارة الموجودة داخل المباني. في عندي نجارة أساس، لكن دي مش هي اللي بتعنيني ان انا ادرسها،
لان دهان الاساس ده ليه ناس متخصصه او ليه ورش متخصصه، لكن احنا هنا بنتكلم عن الاجزاء الخاصه بالمباني من الداخل والخارج. وطبعا احنا في عندنا نجاره العماره، طبعا هو في تخصص نجاره العماره، لكن احنا لازم نكون عارفين المسميات. اتكلمنا عن المصطلحات الخاصه بالنجاره او المصنوعه من الخشب اللي بتتركب في الابواب اللي بتتركب في الشبابيك، وقلنا ان كل حاجه من دول ليها مسمى وليها وظيفه. خلونا نفتكر مع بعض الحاجات اللي اتكلمنا فيها ونستكمل كلامنا عن مصطلحات النجارة الموجودة عندي في المباني المختلفة. قلنا أول حاجة عندي الحلوق، الحلق، حلوق مفردها حلق، والحلق زي كلمة حلقة يعني حاجة مقفولة. الحلق ممكن يكون مكون من 4 أضلاع أو من 3. إحنا الحلق بنركبه فين؟ على سمك الحائط. برافو عليكم. النهارده انا مش هاجي اثبت الخشب في الطوب الاحمر، فبغطي او بجلد سمك الحيطه بالحلق الخشب، والحلق ده مكون من قائمين اللي هم الضلعين الرأسيين، ومعبر، معبرة الحلق او الجزء العلوي او بيسموه رأس الحلق، والجزء السفلي اللي هو الجلسه او اللي انا زي بسند ايدي عليه لما باجي ابص من الشباك. يبقى برواز من الخشب بيتركب فين؟ على سمك فتحة الباب والشباك لتثبيت الباب أو الشباك. قلنا دول اسمهم قائمين الجنبين، والجزء اللي فوق الراس ده اللي أنا بعدي من تحت منه اسمه معبرة الحلق أو راس الحلق. في حالة النوافذ بتكون 4 أضلاع، القائمين والمعبرة والجلسة أو الجزء اللي بسند إيدي عليه، وطبعا سواء للباب أو للشباك بركب المفصلات بتاعة الباب أو الشباك في الحلق. بعد كده بقى عندي التقاء الحلق مع الحيطة من وش الحيطة مش من سمك الحيطة، بيتغطى بحاجة اسمها البرور، وبرور يعني بيتركب من بره، الحيطة في سمكها من جوه بتركب الحلق. لكن عشان أغطي التقاء الحلق مع الحيطة بستخدم قطعة خشب شكلها جيد وتكون معمولة بزخرفة معينة مطابقة لشكل الباب، دي بسميها البرور. جزء من الخشب بيغطي التقاء او تقابل الحلق بتاع الباب او النافذة مع الحيطة. زي ما احنا شايفين كده، انا ركبت الحلق على سمك الحيطة، لكن البرور بركبه على وش الحيطة عشان يغطي التقاء الحيطة مع الحلق. السؤال وده اللي توقفنا عنده المرة اللي فاتت، قلنا الفواصل الخشبية الرفيعة اللي موجودة في الدلف الزجاجية، زي ما احنا بنقول دلف السلسلة او الدلف الزجاجية القديمة، على فكرة هي شكلها رائع، انا بشوف انها بتدي شكل جمالي، يمكن فيها روح اكتر من النوافذ الالوميتال الحديثة، ولكن طبعا كل حاجة ليها استخدامها وليها مجالها وليها مكانها المناسب. النوافذ الحديثة دي فيها ميزة ان يتركب فيها لوحين من الزجاج عازلة للصوت وبتكون عازلة للأتربة، وطبعا ده مفيد جدا في المستشفيات وبعض المباني. الفاصل الخشبي الرفيع اللي موجود شايفينه في الرسمة ده، ده طبقة واحدة ولا طبقتين؟ طبعا ده وجهين وبينهم فراغ بيتم تسقيط أو نزول اللوح الزجاجي بينهم، ده بيدعم اللوح الزجاجي إلى جانب تقسيم المساحة وبيدي شكل جمالي، يبقى بيسند الإزاز وفي نفس الوقت بيدي شكل جميل. هو قطعتين من الخشب زي ما قلنا رفيعتين، في بينهم فراغ بيمر اللوح الزجاجي لأنها موجودة من الأمام والخلف، وطبعا بستخدمه لحماية أو تدعيم الألواح الزجاجية سواء في النوافذ أو في الأبواب. طبعا زي ما احنا شايفين شكلها جميل جدا، وطبعا بتدهن بنفس لون إطار أو برواز النافذة. الدلف الزجاجية، الدلفة الزجاجية عبارة عن إطار من الخشب أو من المعدن الألوميتال أو الكريتال الحديد، وجواه حشوة من الزجاج، وطبعا الفواصل الرفيعة اللي احنا شايفينها دي اسمها السؤاس. الدلف الزجاجية زي ما قلنا برواز خشب أو معدن، قائمين وراس وجلسة اللي هو الجزء العلوي والسفلي، فيها مجرى ممر لمرور لوح الزجاج، طبعا مفتوح من فوق بس عشان لوح الزجاج ما يسقطش، يعني مفتوح من فوق وتحت يا دوبك بعمل مجرى الزجاج يتسقط فيها، وطبعا بيقسم بواسطة السؤاس. الراس العليا فيها فراغ زي ما قلنا بينزل منه لوح الزجاج، لكن من تحت طبعا بتبقى مقفولة عشان لوح الزجاج ما ينزلش من تحت ويقع. هنا بقى مهمة حتة المساحة الفنية،
بقيس الضلفة الزجاجية الوجهين بقيمة وجه واحد. طيب ليه؟ خلونا نشوف مع بعض. أنا عندي ضلفة من الزجاج، الضلفة دي ده إطار الخشب وده كمان إطار من الخشب. مين الأكبر، مساحة الزجاج ولا مساحة الخشب؟ لو بصيت كده هتلاقيهم تقريبا قد بعض، فبالتالي أنا هنا لو حسبت دي كلها كده، لو ده متر في متر ونص وحسبت ده متر في متر ونص دهان، طب ما أنا كده حرام، لأن ده مش هياخد غير نص كمية الدهان بس. يبقى الوش بياخد نص والظهر من ورا بياخد نص، يبقى أنا بحسب الوجهين يساوي واحد. يعني إذا ده عندي متر ونص في واحد متر، واحد في واحد ونص يساوي واحد ونص، باش هضرب في اتنين بقى للوجهين؟ لا، الوجهين بمساحة وجه واحد. ليه؟ لأن الوجه فيه مساحة زجاجية كبيرة، فالمساحة الزجاجية دي مش هتدهن، فبالتالي أنا محتاج لهنا نص المساحة اللي يحتاجها، نص كمية لازمة لو المساحة دي حيطة. يبقى لو المساحة دي حيطة كل ده هيدهن، لكن عشان المساحة دي ضلفة زجاجية مين اللي هيدهن؟ البرواز بس. طب والبرواز ده تقريبا نص المساحة، فبحسب الوش بنص والظهر بنص. يبقى النهاردة ضلفة الزجاجية بتاعتي بتتحسب مساحة وجه واحد للوجهين، يعني كأن الوجه بنص بنص وجه. بعد كده عندي الدلف الشمسية. طبعا الدلف الشمسية أو الشيش ده كان موجود قديما، دلوقتي بدأ يختفي شوية، بس أنا شايفة إن هو حاجة جميلة ومهمة. كان بيحجب الرؤية وبيدخل التهوية وبيدخل ضوء الشمس بدرجة خفيفة يخليه يسقط على الأرضية، وده طبعا كان بيدي شكل جمالي. بتتركب من قائمين وراس وجلسة عادي، لكن ما بينهم مش لوح زجاجي بقى، ما بينهم ريش قطع من الخشب متركبة على زاوية 45 درجة، زي ما قلنا تسمح بالتهوية، تسمح بضوء شمس غير مباشر وتحجب الرؤية. طيب ايه المختلف في حساب الشيش؟ هل لو المساحة شيش زي لو المساحة حيطة؟ قال لي لا، قال لي ده بياخد كمية دهان قد كمية الدهان مرة ونص. يعني ايه تاني؟ الوجه بوجه ونص. طيب خلونا برضو نفكر ونشوف الموضوع ده عبارة عن ايه. انا النهاردة عندي ضلفة الشباك اهي بتركب فيها الخشب كده، لما اجي ادهن الخشب ده هل لو المساحة دي مقفولة كده هتاخد كمية دهان اكبر؟ طبعا، لان الريشة بتدهن من الوش وبتدهن من الظهر ولها سمك، الى جانب الريش دي لو تحت بعض هيتحطوا 10، لكن لما تتحط بميل 45 درجة هيتحطوا 15. تاني فكر، الريشة دي لو اتحطت عدلة، ريشة تحت ريشة، بص كده انا حطيت في المسافة دي ايه؟ 2. لو انا حطيتها مايلة بص كده، يبقى في نفس المسافة ممكن احط 3 او 4. فلقوا ان الضلف الشمسية بتاخد قد المساحة العادية مرة ونص في الدهان. يعني لما باجي احسبها بحسب الوش بوش ونص. ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. انا عندي دي حيطة ودي ضلفة شيش. ضلفة الشيش متر في مترين والحيطة متر في مترين. الحيطة متر في 2 مساحتها 2 متر، 1 في 2. طب لو من الوش والظهر يبقى 1 في 2 في 2 من الأمام والإيه والخلف، يبقى الحيطة دي وش وظهر هتبقى المساحة في 2. الشباك بقى مختلف؟ اه مختلف، لأنه هياخد كمية دهان قد الحيطة مرة ونص. قد الحيطة قد إيه؟ مرة ونص. طب إزاي بقى المرة ونص دي؟ مش المساحة 1 في 2 أهي مساحة عادية صح؟ في 1 ونص
يبقى الوش بوش ونص، في اتنين للوجهين. تاني، مساحة الشباك مساحة عادية مستطيل، واحد في اتنين، لكن هتاخد كمية دهان قدها قد ايه؟ مرة ونص. يبقى الوش هضربه في واحد ونص، الوش في وش ونص، في اتنين عشان وش وظهر. يبقى مساحة النوافذ الشيش أو الريش الخشبية اللي هي الضلف الخشبية بيتحسب المساحة في واحد ونص زيادة. جت منين؟ هتاخد قد كمية الدهان. لو المساحة دي مساحة عادية حيطة مثلا، هي هتاخد قد المساحة العدلة مرة ونص، لأن الريش مايلة. نيجي بعد كده عندي بعد الضلف الشمسية، عندي بعد كده الشيش الحصيرة أو الضلف الحصيرة. طبعا عارفين الريش بتاعتها ممكن تكون أفقية بالعرض أو رأسية بالطول، فيها مجموعة تروس، ممكن تكون بتشتغل بالريموت وممكن تكون بحبل بتتشد تتلم وتتفرد، وهي بديل عن الستائر ولكن بخامات معمرة أكتر، مش متأثرة بالعوامل الجوية. ممكن تكون خشب، معدن، بلاستيك، وفي منها أقمشة على مشمع متراكبة فوق بعضها مربوطة بشريط. الشريط ده من القماش التيل او من السلك الصلب. صلب ومرن، صلب ومرن ازاي؟ هنا صلب مش مقصود انه ناشف، مقصود انه معالج ضد الصدأ غير قابل للصدأ. مرن يعني مش بيتقطم لما باجي يتحرك، فيه مرونة في الحركة. بتتجمع بواسطة ماكينة مكان التروس، وببتدي اقدر افتحها سواء كانت بالطول او بالعرض. المساحة بتتحسب ازاي؟ دي برضو فيها ريش، الريش فيها تراكب، التراكب دوت بيخليها تاخد قد كمية الدهان مرة وربع، ده لو هدهنها. طبعا اغلب الانواع الموجودة منها دلوقتي من الشيش الحصيرة بتكون مصنوعة من مواد مش مطلوب دهنها اصلا، يعني بتكون جاية ملونة ومطبوعة ومعمولة من خامات معمرة ومعمولة من خامات ولدائن ومواد بوليمرية بلاستيكية قوية او من الاقمشة او من مواد، المهم انها بتكون في الغالب مش محتاجة لدهان. طب اذا كانت محتاجة لدهان بحسب مساحتها قد مساحتها مرة وربع. ليه مرة وربع؟ لان تراكب الريش هنا مش كتير قوي زي الريش بتاعة الشيش الخشبي. طيب خلونا نشوف ازاي، هديكم مثال بسيط. انا لو عندي ده متر في متر من الشيش الحصيرة، هنا الريش مش جنب بعض، لو هما جنب بعض هيتحط في المتر ده مثلا 10 قطع جنب بعض، لا هي في تراكب بنسبة صغيرة كده، فبالتالي هي بدل ما بتاخد 10 بتاخد 12. يعني لو افترضنا ان دي ريشة، الريشة التانية مش بتيجي جنبها، بتيجي فوق منها كده بدرجة بسيطة، فقطعة التراكب دي بتخلي الريش تاخد قد كمية الدهان مرة وربع. يبقى اذا الوجه واحد في واحد، ده المساحة اللي قدامي في واحد وربع اللي هي الزيادة اللي بتاخدها عشان التراكب، في اتنين للوجهين. دي طريقة حساب الشيش الحصيرة أو الضلف الحصيرة. بعد كده عندي الحشوات الخشبية، وطبعا دي موجودة في الأبواب في الغالب وفي بعض أنواع الأساس الخشبي. كلمة حشوة هي عبارة عن شكل زخرفي مستطيل أو أي شكل زخارف موجودة في الباب. زي ما احنا شايفين الباب اللي قدامنا فيه حشوات خشبية كتير قوي، في أبواب سادة ما فيهاش حشوات. طب هي الحشوات دي بتفرق معايا في ايه؟ السمك بتاع الحشوات ده والتخانة بتاعتها والبروز والغائر بياخد كمية دهان أكبر. يبقى النهاردة عندي مش مجرد مساحة عادية، لا ده أنا عندي مساحة فنية. هنا النهاردة زي ما قلنا قطع خشب بارزة مستطيلة، ممكن تكون مضلعة، ممكن تكون مزخرفة، غائرة، بارزة، المهم انها بتكون مستخدمة في زخرفة الابواب. قال لي ايه بقى؟ قال لي ان الابواب السادة مساحتها عادي طول في عرض، لكن الباب اللي فيه ترابيع او حشوات اقل من 3، من 1 لـ3، بحسب الوش بوش ونص. الباب بقى اللي فيه ترابيع زي ما احنا شايفين كده دول 3، الوش بوش ونص. قال لي بقى لو من 4 لـ6 بيتحسب الوش بوشين. طيب يعني ايه الكلام دوت؟ زي ما احنا شايفين بص كده في عندي زخارف كتير وترابيع كتير. هل كده قبل ما ننتقل للنقطة دي بص معايا كده، هل الباب ده هياخد كمية دهان زي الباب ده لو هما نفس المساحة؟ هل هياخد زي الباب ده؟
لو هم برضو نفس المساحة أكيد لا. طيب هنشوف الموضوع ده بيقول لي إيه بقى. بيقول لي الباب عندي فيه زخارف، الباب فيه حشوات أو تشكيلات زخرفية. لو الباب سادة وما فيهوش تشكيلات زخرفية، أنا هتخيل إن أنا عندي 3 أبواب، كل باب منهم متر في مترين. باب سادة متر في مترين من الوش والظهر، 1 في 2 في 2 للوش والظهر. باب عليه حشوات أقل من 3، هنا هياخد قد الباب السادة مرة ونص، يبقى الوش بوش ونص. طب باب تالت عليه زخارف كتير قوي أو عليه حشوات من أكتر من 3 حشوات، هيتحسب الوش الواحد بوشين، يعني الوشين كأنهم 4، لأنه هياخد كمية دهان قد الباب السادة مرتين. خلونا نشوف مع بعض عشان النموذج يوصل لنا. أنا عندي دول 3 أبواب، ال3 أبواب مساحتهم متر في مترين، التلاتة زي بعض بالظبط. ده متر في مترين، وده متر في مترين، وده متر في مترين، أوكي؟ ده باب سادة عادي، هتبقى مساحته 1 في 2 في 2 للوجهين، الوش وش 1 في 2 للوجهين، مساحة عادية. هنا ده برضو مستطيل، يبقى مساحته الطول في العرض 1 في 2، لكن جه قال لي ده فيه زخارف، فيه حشوات 3 بس، هحسب الوش بوش ونص، يبقى 1 في 2 في 1.5 دي ليه؟ عشان الحشوات أقل من إيه؟ من 4، أقل من 4 يعني من 1 لـ3. طيب ده كده مساحة إيه؟ وش واحد، يبقى 1 في 2 في 1.5، الوش بوش ونص. ليه؟ الباب ده هياخد قد الباب ده دهان، هياخد كمية دهان الوش قد الوش ده مرة ونص، يعني لو ده خد كيلو دهان ده ياخد 1.5 كيلو عشان الزخارف. طيب في 2 للوجهين، متفقين؟ يبقى تاني انا عندي الباب اللي فيه حشوات اقل من 4، من 1 لـ3، الوش بوش ونص. يعني ايه الوش بوش ونص؟ هو مستطيل عادي طول في عرض، لكن هياخد كمية دهان قد الباب السادة مرة ونص. هنا الباب اللي فيه حشوات بقى أكتر من 3، يعني من 4 لـ6 أو أكتر، ده فيه زخارف، فيه أشكال، فيه رسومات كتير جدا. بص أنت نفسك، بص كمية الدوشة اللي موجودة، ده معناه إن كل التفاصيل دي هتاخد دهان، فبالتالي ده هياخد دهان قد الباب السادة كم مرة؟ مرتين. يبقى النهاردة الوش 1 في 2 عادي جدا، دي المساحة الأصلية. في 2 ليه؟ عشان الزخارف. في 2 تاني ليه؟ للوجهين. يبقى هنا الوش الواحد مساحته في 2 للوش الواحد، في 2 تاني للوجهين. يبقى الباب ده هياخد كمية دهان قد الباب ده مرتين، الباب ده هياخد كمية دهان قد الباب ده مرة ونص. يبقى فهمنا كده طريقة حساب الحشوات الخشبية. باب سادة مساحته عادية، وش وظهر، والوش والظهر ب2. باب عليه حشوات من 1 لـ3، هضرب مساحته في الوجه الواحد في 1.5، وبعدين اضرب في 2 للوجهين. باب فيه حشوات اكتر من 4 او ابتداء من 4 لحد 6، بضرب مساحة الوجه الواحد ب2، لانه هياخد كمية دهان مضاعفة، في 2 طبعا للوجهين. بعد كده التعريف اللي عندي بعد كده هو الحشوات الزجاجية. طبعا احنا اتفقنا في الحلقات السابقة كل ما يوضع داخل اطار فهو حشوة. الحشوة الخشبية الزجاجية حشوة خشبية، قطعة من الخشب محطوطة في برواز من الخشب. حشوة الزجاجية قطعة من الزجاج محطوطة في برواز من الخشب او من المعدن او من الحديد، ودي بنسميها حشوة زجاجية. المساحة الزجاجية اللي موجودة في الباب أو في النافذة اللي مثبتة في الإطار، هي دي اللي حوالين منها السؤاس، دي اسمها الحشوة الزجاجية. وطبعا احنا ليه بنعمل النوافذ من الزجاج؟ عشان ينفذ منها الضوء وتمنع الأتربة، زي ما احنا شايفين دي بعض الأشكال للنوافذ والأبواب الزجاجية.
وشايفين شكل السويس أو التقسيمات الخشبية. بعد كده هننتقل لمصطلحات الأعمال المعدنية. طب أنا ليه بدرس مصطلحات الأعمال المعدنية؟ لأن أنت طبعا أثناء شغلك في المباني هتتعامل مع وحدات من الحديد، هتتعامل مع كمر موجود في الأسقف من الحديد، هتتعامل مع أبواب. يعني أنت النهاردة لو أنت واخد مسؤولية دهانات مبنى، أنت راجل هتكون صاحب عمل، هيكون عندك فريق عمل بيقوم بعملية الدهان، أنت هتكون عندك القدرة من خلال مادة التخطيط إنك تقيم المساحات، أنواع الخامات اللي هتشتريها، كميتها قد إيه. فبالتالي لو أنت بتستلم مبنى لازم تكون عارف كل حاجة في المبنى، في العمارة أو في المباني من الداخل والخارج اسمها إيه. لازم تكون عارف كل حاجة في النجارة، في الأبواب والشبابيك اسمها إيه. لازم تكون عارف الباب المعدن أو الشكل أو اللي موجود، أو لو عندي درابزين سلم من المعدن، أو لو عندي أساس من المعدن، لازم برضو تكون عارف المسميات اللي احنا بنسميها مصطلحات. ليه مصطلح؟ لأنه ممكن يكون ده ملوش أصل في اللغة. يعني كلمة سؤاس ممكن ما يكون لهاش أصل في اللغة، لكن هم اتفقوا إن هم يسموها بهذا الاسم. زي الألوان، الألوان الاسم الألوان ده اسم اصطلاحي، اتفقنا إن احنا اللون اللي شكله كذا نسميه بالمسمى الفلاني. فأنت النهاردة لازم تكون عارف المسميات دي، لأن أنت هتتعامل مع بعض الأسطح المعدنية أثناء عملك في دهان المباني المختلفة أو في دهان الأساس المختلف، لأن في أساس معدني وفي أجزاء في المباني والبوابات ودرابزينات السلم مصنوعة برضو من المعدن، إلى جانب بعض الأعمال الزخرفية. أنت ممكن تعمل في مجال ترميم الآثار، ممكن تعمل في مجال الزخرفة وتجديد المباني القديمة، كل ده ممكن أنت تكون مشارك فيه بما أنك قادر على الرسم بشكل جيد. ولكن طبعا بعد ما تدرس الخبرات الخاصة بهذا المجال، لأن طبعا التعامل مع آثارنا، احنا بلد عظيمة الآثار بتاعتها غالية جدا وبتدل على عظمة الحضارة المصرية في عصورها المختلفة، مش بس الحضارة المصرية القديمة الفرعونية، لا احنا عندنا تاريخ حافل بالآثار الفنية في جميع العصور اللي مرت على بلدنا. بلدنا بلد جميلة رائعة، فيها من الثروات الفنية ما لا يقدر بثمن. نرجع بقى للتعريفات بتاعتنا. الزاوية الحديد، هنبتدي بالزاوية الحديد. وكلمة زاوية طبعا شاطرين احنا عارفين ان الزاوية مكونة من ضلعين. الزاوية هنا زاوية قائمة لها جانبين، ممكن يكون طولها 6 متر او 12 متر، ده شكل الزاوية بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، زاوية حديدية متينة. دي ممكن بعمل منها اطارات او براويز، وبعد كده او علب، وبعد كده ببتدي احط جواها حشوات بلاستيك او زجاج زي الاعلانات اللي بتتحط في الشوارع. يبقى انا بعمل منها علب او صناديق او ابواب من الحديد او اطارات للابواب، وممكن استخدمها في الاسوار بتاعت البلكونات او في الاجزاء المختلفة في الصناعات الحديدية. في عندي خوصة. ايه الفرق بين الخوصة والزاوية؟ ان الخوصة جانب واحد مبطط، انما الزاوية كانت جانبين. دي مجرد خوصة مبططة. دي بتفيدني في ايه بقى؟ دي بقدر اشكلها سواء على البارد او على الساخن. هي طبعا قطاعات طويلة زي ما احنا شفنا كده، ده شكلها السمك اللي انتوا شايفينه ده بالملي، ممكن يكون نص سنتي او اقل، 4 ملي او 3 ملي، بالعرض اللي هو ممكن يوصل ل2 سنتي، وفي منه اكبر طبعا واقل. طولها بيوصل ل6 متر او 12 متر. بعمل ايه؟ ببتدي زي ما قلنا العرض ممكن يكون 13 ملي، يعني حوالي سنتي وثلاثة من عشرة، وبيوصل ل25 ملي، يعني 2 سنتي ونص. السمك من 3 ملي ل 13 ملي حسب أنا هستخدمها في إيه. بستخدم الخوص الحديدية دي إزاي؟ بجيب الخوصة وابتدي أتنيها أو أشكلها زي ما أنا عايز. عرض متر واحد من 10 ل 12 سيخ أو خوصة بيديني مساحة متر. دي هنقولها بالتفصيل بس خلينا لما نوصل للأسياخ الحديدية. طيب أنا عايزة بس أديك تصور هي الخوصة الحديدية دي بتستخدم إزاي أو بتبقى عبارة عن إيه. أنا هتخيل إن ده شكل الخوصة الحديدية بتاعتي، اللي هي بتبقى من هنا العرض بتاعها 1.3، نفترض ان هي 2 سنتي، السمك بتاعها نص سنتي، وبتبقى بطول 6 متر. انا لما باجي بالتشكيل البارد او بالتشكيل الساخن
ببتدي اتنيها واتحكم فيها زي ما انتوا شايفين كده، ببتدي اتني الشكل بتاعي وابتدي اعمل منها اي زخارف انا عايزها. التشكيل بتاعي ده بيتم ازاي؟ بيتم يا اما على البارد يا اما على الساخن. يعني ايه على البارد ويعني ايه على الساخن؟ انا ممكن استخدم ادوات طرق وعدد معينه. طبعا ادوات الحداده بتديني منحنيات وبتديني زوايا قائمه وبتديني التفاف وبتديني كل اللي انا عايزه، عندي ادوات كامله بتديني اي شكل. ممكن اترك ده على البارد وهي بارده، ابتدي ادق وابتدي اشكل. ممكن بقى اسخنها لدرجه حراره طبعا عاليه جدا، تبتدي تلين معايا، ابتدي اشكلها بالادوات المختلفه اثناء ما هي لسه في درجه حراره الانصهار او الليونه، فابتدي اشكلها بعد ما تجف تاخد الشكل الزخرفي اللي انا عايزه. ده بالنسبه لتشكيل القوس الحديديه او الحديد المشغول. خلونا نشوف مع بعض نماذج من الحديد المشغول. زي ما انتم شايفين كده، دي نماذج من الحديد المشغول معموله بالقوس الحديديه ومطعمه بوحدات مسبوكه. ايه الفرق بين الوحده المسبوكه؟ الخوصه احنا لسه قايلين انا بشكلها زي ما انا عايز، لكن الوحده اللي احنا شايفينها زي الوحدات الذهبي دي بتبقى جاهزه مصبوبه في مصنع على قالب متشكله، في منها كميات. انا كل اللي انا بعمله ان انا باخدها وبلحمها كحليه في الخوصه، دي بيسموها مسبوكه او يعني مصبوبه، وبعد كده دي بيطعم بيها الحديد المشغول، وزي ما قلنا بيتشكل من الخوص على البارد او على النار. طبعا الحديد المشغول غير الخوص العاديه، وممكن تكون من الحديد المبروم اللي هو زي اسياخ المباني، ممكن اعمل منه ابواب البيوت، الدربزينات بتاعت السلالم خاصه في الفلل او داخل العمارات والمنازل، وابواب الفلل وابواب العمارات. ده نموذج من الحديد المشغول. طبعا الحديد المشغول بياخد كميه حديد كبير، وطبعا بياخد كميه دهان كبيره، عشان كده انا بحسب الحديد المشغول الوش بوش وربع، وش الحديد المشغول بوش وربع. يعني ايه؟ خلونا نقول تاني نفس الفكرة اللي احنا قلناها بالنسبة للنوافذ الشيش. انا عندي هنا دي نافذة عادية او باب عادي، وده باب عليه شغل بالحديد المشغول. طيب قال لي لو ده هياخد كيلو دهان، ده هياخد كيلو وربع دهان. ليه؟ لان في سمك وفي دخلات، وطبعا هنا لو ده متر في متر ونص وده زيه متر في متر ونص، هقول ده متر في متر ونص في اتنين للوجهين، لكن ده متر في متر ونص، دي المساحة زيادة عندي، هضرب في واحد وربع عشان هياخد كمية دهان اكبر، في اتنين للوجهين. يبقى واحد وربع ليه؟ للزخرفة، عشان ده بياخد كمية دهان قد ده، مرة وربع للوجه الواحد في اتنين للوجهين. بعد كده عندي النوافذ السلك. طبعا النوافذ السلك معروف انها بتتعمل ليه؟ برافو عليكم، عشان تمنع دخول الحشرات. عشان كده النوافذ السلك عندي بتختلف ساعتها من مكان لمكان. بمعنى ممكن اجي حد يقول لي ايه ده، انا هنا بس عايز امنع دخول الذباب، فانا عايز سلك يكون السعه بتاعته متوسطه كده عشان دخول الهواء منه يبقى سهل. في حد تاني مثلا بيقول لك لا، ده انا السلك ده عامله علشان امنع دخول الفئران، يبقى انا محتاج سلك واسع، لان انا مش خايف غير بس الفئران، وده انا محتاج ان بس ايه يكون واسع شويه لكن يمنع دخول الفئران. عندي بقى سلك عايزه يمنع الناموس والهموش والحاجات الصغيره جدا، فبستخدم سلك العيون بتاعته تكون ضيقه جدا. السلك ده عبارة عن شبكة، أنا بشوف عندي ساعات وعيون مختلفة، مصنوع من الصلب أو من الألمنيوم، يفضل طبعا يكون بيقاوم العوامل الجوية ويكون بيقاوم الصدأ، وبيتحط في إطار من الخشب أو من المعدن، وبيسمى في الحالة دي حشوة سلك. يبقى إطار من الخشب أو من المعدن جوه منه حشوة من السلك، الساعة بتاعتها حسب الساعة اللي أنا عايزها، وكمان زي ما قلنا هي أساسا بتستخدم لمنع دخول الحشرات. زي ما احنا شايفين طبعا هي ضلفة زي ما قلنا خشب أو معدن، وممكن طبعا بتتركب في إطار إضافي للنافذة عشان تمنع دخول الحشرات أو القوارض اللي هي زي الفئران. النوافذ الكريتال نافذة عادية جدا، إطار بس بدل ما هو من الألومنيوم أو من الخشب بيكون من الحديد الكريتال، وده اسم الشركة اللي أنتجته أول مرة فسمي على
اسمها حشوة زجاجية وإطار من الحديد الكريتال. طبعا المساحة في الوجهين بتساوي الطول في العرض في نص هنا، لأن دي أغلبها زجاج، فبيتحسب الوش في وشين، الوش الواحد، الوشين كأنهم إيه، مساحة وجه عادي. النوافذ البي في سي، أو اختصار لكلمة بولي فينايل كلوريد غير مرن، لأن في بولي فينايل كلوريد مرن بيتعمل منه خراطيم الدهان، البولي فينايل كلوريد الغير مرن بيتعمل منه النوافذ. طبعا النوافذ دي ممكن تديني شكل الخشب، تديني أي شكل أنا عايزه، ولكن بتديني قدرات أعلى في مقاومة الحرارة والصوت والأتربة والأمطار والعوامل الجوية، لأنها مادة بلاستيكية بوليمارية من المواد الراتنجية اللي بتقاوم العوامل الجوية وبتقاوم الحرارة والرطوبة، وطبعا معمرة أكتر من الأخشاب وما بتتأثرش بالعوامل الجوية والرطوبة زي الخشب مثلا. يمكن أركب فيها زجاج عاكس عشان يمنع الرؤية خصوصا أثناء النهار، وممكن يكون النافذة فيها إطار مزدوج أقدر أحط فيها 2 زجاج زي اللي موجود في مستشفى 57 لمنع وصول أي أتربة أو عزل المستشفى تماما عن الميكروبات أو الأتربة الموجودة في الجو العادي، وده بيديني درجة عالية من العزل ودرجة عالية من الأمان. وممكن كمان أركب عليها إطار يكون فيه سلك أو شبك، وطبعا هي بتديني أشكال وألوان لا نهائية، بتديني مظاهر جمالية كويسة جدا إلى جانب الجودة بتاعتها. القمر المعدني، طبعا احنا خدنا الكمرة وقلنا ان القمر هو لتدعيم الاسقف او لبناء الاسقف. القمر ممكن يكون من المعدن، ممكن يكون من الخشب، سمع حد شاطر بيقول لي بنسميه براطيم لو كان من الخشب، وممكن يكون من المسلح او من المباني. انا عندي هنا قمر على شكل حرف تي، في عندي قمر القطاع بتاعه على شكل حرف اتش، في عندي على شكل حرف يو. طبعا القمر المعدني منتشر جدا في المباني، الانشاءات زي الكباري زي محطات المترو، هتلاقي القمر اللي مستخدم فيها قمر معدني، وطبعا بيكون مصنوع من معدن متين وغير قابل للصدأ، لان طبعا الكباري دي في منها كباري موجوده جوه الميه، في منها كباري موجوده في الشوارع، الكباري كلها موجوده معرضه للجو. لكن طبعا مثلا عندي جوه محطات المترو دي موجوده تحت الارض برضه معرضه للرطوبه والعوامل الجويه، لازم يكون عندي درجه مقاومه عاليه للصدأ وللعوامل الجويه. طبعا القمر بستخدمه في حمل الاسقف في الانشاءات المعدنيه، ده القطاع اللي على شكل حرف يو، هي طبعا بتبقى طويله، ده جزء منها. المصبعات طبعا من اسمها يعني شبه الصوابع، ودي عباره عن اقلام او اصابع من المعدن، ممكن تكون خوصه مبططه، ممكن تكون انبوبه مجوفه، ممكن تكون سيخ مدور، دي الهدف منها الحمايه، ودي بعملها على الأبواب أو النوافذ عشان أمنع السرقة، ممكن تكون من الحديد أو الألمونيوم. بتتحسب إزاي المصبعات أو الأسياخ؟ بصوا معايا كده، إحنا طبعا ليه بنهتم بطريقة الحساب؟ لأن أنت مش بس هتحسب مساحة، أنت هتحسب تكلفة، المساحة هنا مرتبطة بالتكلفة لأن أنا هشتري كمية دهان أكبر. طب إزاي بحسب الأسياخ الحديدية؟ بص معايا، لو أنا عندي نافذة عادية وعندي نافذة فيها أسياخ حديدية، قال لي بحسب من 10 ل 12 سيخ بيتحسبه 1 متر، لأنه هيدهن وهيدهن من السمك بتاعه. فبدل أنا النهاردة هفترض إن أنا في سور عندي الأسياخ فيه متباعدة كده جدا، وفي عندي سور تاني الأسياخ فيه متقاربة جدا، هل ده هياخد كمية دهان زي ده؟ لو ده متر وده متر، الاتنين هياخدوا كمية دهان زي بعض، ده فيه 4 أسياخ في المتر، ده فيه 12 سيخ في المتر. فأنا هنا في دهان الأسياخ أو المصبعات باخد بالعدد، من 10 ل 12 يتحسبوا متر. زي ما احنا شايفين ده الشكل بتاعي اللي هي. بعد كده بنتكلم عن الصاج المتعرج اللي بيتحط على أبواب المحلات أو أبواب الجراجات، وكمان ممكن يتحط فوق الاسقف بتاعه المصانع، وهتلاقوا في بعض البيوت حاطينه فوق الاسقف ومميلينه عشان تجري فيه مياه الامطار، لان هو متعرج ففي مجرى غائره، ميه المطر بتتجمع فيها بيحطها فوق السقف بشكل مايل، ف
فتبتدي تنزل مية المطر خارج المبنى بدل ما تنزل على الحيطان وتفسدها. هنا الصاج المتعرج عبارة عن ايه؟ صاج متعرج، التانيات اللي موجودة فيه دي بتخليه ياخد كمية دهان قد كمية الدهان بتاعته 3 مرات، الوش التلاتة. طب ازاي الوش التلاتة او ليه الوش التلاتة؟ بص معايا كده، دي ورقة اهي مفرودة، هفترض انها هتاخد كمية دهان. لو انا جيت النهاردة طبقت الورقة دي كده، بص كده شايف الورقة بقت قد ايه؟ جميل جدا. هل الورقة دي كده بص بقت قد ايه؟ تقريبا تلت المسافة. لما اتعملت كده زي الباب الصاج، هو ليه معمول كده؟ عشان يبقى سهل في عملية اللف. مش احنا بنشوف باب المحل بيتلف، بعد كده بعد ما بيتلف بيحصل ايه؟ باب المحل بتاعي بيتلف ده على بكرة كده، فلازم يكون مرن عشان يتلف معايا. انا عندي هنا لما جيت انا تنيت الصاج بالطريقة دي، فلقيت ان الباب بتاعي اصبح لو هو متر في مترين، يعني لو افترضنا الورقة دي 1 متر في 2 متر، هبتدي الاقي واخد كمية دهان قد المسافة دي 3 مرات، لان هو بالفعل الصاج ده لو فردته هيطلع قد المساحة دي 3 مرات، لكن هو متمتني او مضغوط، فبالتالي هو بياخد كمية دهان اكبر. بص كده هو عامل ازاي، فبالتالي بياخد كمية دهان اكبر. عشان كده الباب الصاج او ابواب الجراجات والمحلات بيتحسب مساحة الباب بمساحة 3 ابواب او 3 مساحات للوجه الواحد، وبتتضرب في 2 للوجهين. يعني ده زي ما احنا شايفين كده، ادي عندي اهو استخدم زي ما قلنا للاسقف او لابواب الجراجات والمحلات. ده زي ما انتوا شايفين النموذج اللي موجود فوق السقف، قال لي ايه بقى؟ الطول في العرض في 3 في 2 للوجهين. يعني بصوا معايا كده، لو افترضنا ان ده باب عادي وده باب صاج متعرج، لو الباب الصاج المتعرج بتاعي لو ده هياخد كيلو دهان الوش الواحد، ده الوش الواحد هياخد 3 كيلو. يبقى ده لو خد 1 كيلو ده ياخد 3 كيلو. ليه؟ عشان التانيات اللي احنا قلنا عليها اللي هي دي اللي احنا لسه بنتكلم فيها. هل ده هياخد، يعني بص دي هتاخد دهان ودي هتاخد دهان ودي هتاخد دهان ودي ودي ودي، يبقى ازاي عامله معاملة السطح المفرود؟ لا، ده هنا متعرج فبياخد كمية دهان قدها 3 مرات. يبقى لو ده متر في مترين، ده برضو متر في مترين، ده هيبقى 1 في 2 في 2 للوجهين. يبقى دي المساحة في 2 للوجهين. هنا المساحة 1 في 2 في 3 للوجه الواحد عشان التعرج، في 2 للوجهين. يبقى ده هياخد كمية دهان قد ده كم مرة؟ 3 مرات. بعد كده عندي التعريفات بتاعتي، انا انتقل بعد الصاج المتعرج للريبوسيه. كلمة ريبوسيه هي الزخارف اللي بتصمم بطريقة الضغط من الخلف. بجيب ادوات الدق زي ما بنشوف كده فنانين المهرة الموجودين في المناطق الاثرية زي خان الخليلي والقاهرة القديمة، مازال لحد النهاردة في فنيين مهرة بيشتغلوا بايديهم في الطرق على النحاس. طبعا دي بتبقى قطع غالية جدا وقيمة لانها بتحتاج لمهارة ومجهود كبير جدا. الطرق من الخلف تبتدي الرسمة تبرز من الجهة الاخرى، ده اسمه شغل الريبوسيه، وده طرق على المعادن المختلفة وبيدينا اشكال جمالية لما بطرق عليها. شوفوا الاشكال الجميلة اللي ممكن تتعمل من الصناعات المعدنية، شغل طرق وفي تأبيب وفي حفر وفي نحت، وكل الحاجات دي تتعرفوا عليها على مرور الوقت واحنا بنشتغل في مادة التخطيط ومادة كمان تاريخ الفنون. زي ما قلت لكم كل المواد بتاعتنا لها علاقة ببعضها. الفير فورجي، فير فورجي، الفير فورجي عبارة عن ايه؟ او بيسموه فور فورجي، وفي بعض العاملين في المجال بيسموه فورجي على طول. الفورجي او الفير فورجي عبارة عن حديد مزخرف بتشكيلات معينة ومطعم
بوحدات مسبوكة اللي قلت لكم بتبقى وحدة جاهزة هندسية أو نباتية أو حيوانية. يعني لو شفنا هنا ده حديد مشغول، أنا ببتدي أنا أشكله، بعد كده بحط له الوحدة اللي انتوا شايفينها دي اللي هي الوحدة المعمولة باللون الفضي، دي وحدة جاهزة اللي موضوعة داخل الدائرة. بتبتدي بعد كده توضع هنا الأجزاء، الأغصان الدائرية دي معمولة أنا اللي عاملها في الورشة، لكن الجزء اللي هو ورق العنب والعناقيد ده، الجزء ده مسبوك أو جاهز بيتعمل في مصنع أو بيتسبك من خلال قالب، ويبتدي بعد كده يتعمل. بعد ما بيتسبك أو بيبقى جاهز ببتدي أثبته باللحام على الشغل التشكيل اللي أنا عامله. طبعا الفرجية من الفنون الجميلة اللي بتتعمل بالمنتجات المعدنية. مصطلحات أعمال البياض إن شاء الله هنستكملها في الحلقة القادمة. يبقى احنا النهاردة خدنا نوعين من المصطلحات، خدنا مصطلحات النجارة أو الأعمال الخشبية، وخدنا مصطلحات الأعمال المعدنية كلها، خدنا الفرجية والحديد المشغول والمصبعات وما إلى ذلك في المشغولات المعدنية، خدنا في المشغولات الخشبية، خدنا الحلوق وخدنا البرور وخدنا المنتجات الخشبية المختلفة اللي موجودة داخل المباني. طبعا المصطلحات بتاعتنا لازم أول بأول نذاكرها، إن المصطلحات كتير، إحنا هي كتير عددا، ولكن أنا شايفة إنها سهلة بتتفهم، مجرد ما ربطت بين الصورة وفهمت هي وظيفتها إيه هيبقى سهل عليك جدا إن أنت تعبر عنها وتتكلم عنها. إحنا كده أخدنا 3 أنواع من المصطلحات، خدنا مصطلحات العمارة، خدنا مصطلحات النجارة والأعمال الخشبية، خدنا مصطلحات الأعمال المعدنية المختلفة. إن شاء الله هنستكمل في الحلقة القادمة مصطلحات أعمال البياض، وبعد كده هناخد مصطلحات المباني الإسلامية أو العمارة والزخارف الإسلامية مع مصطلحات الإيه البياض. بس إن شاء الله نحاول نجتهد في إن إحنا نذاكر أول بأول الجزء اللي إحنا بناخده، ودايما زي ما إحنا متفقين خليكم مجتهدين، لأن لكل مجتهد نصيب، واجتهادنا وطموحنا هو سر نجاحنا. دمتم متفوقين، أترككم في رعاية الله.